إعصار إيان يدخل تاريخ أمريكا من الباب الأسود، خسائر بمئة مليار دولار، حيث تسبب الإعصار الذي صنف من الفئة الرابعة بأضرار كبيرة عبر غرب كوبا وجنوب شرق الولايات المتحدة. اعتبر الجفاف في صيف عام 2022 الأسوأ في أوروبا منذ 500 عام، مما أثر على إنتاج الغذاء والطاقة وتوافر المياه والحياة البرية، وقدرت الخسائر بعشرين مليار دولار. شهدت الصين أشد درجات الحرارة ارتفاعاً في الصيف منذ عام 1961، مما أثر بشكل سيء على حوض نهر اليانغتسي الذي يوفر المياه لأكثر من 450 مليون شخص، وبلغت الخسائر 8 مليار دولار. خسائر فيضانات جنوب الصين بلغت 12 مليار دولار بعد أن شهدت أشد هطول للأمطار، ما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الإجلاء. كلفت فيضانات شرق أستراليا أكثر من 7 مليار دولار، وخسائر فيضانات باكستان قدرت ب 6 مليار دولار. كما تسببت العاصفة يونيس في دمار هائل ببلجيكا وألمانيا وأيرلندا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة، وقدرت الخسائر ب 4 مليار دولار. عانت البرازيل من الجفاف معظم عام 2022، كما شهد مستوى نهر الأمازون انخفاضاً وبلغت الخسائر 4 مليارات دولار. الإعصار فيونا خسائر مادية بقيمة 3 مليارات دولار، وأغلقت 4 مطارات دولية على الأقل، إلى جانب عدد كبير من الطرق. فيضانات كوازولو ناتال وإسترن كيب جنوب إفريقيا كلفت 3 مليارات دولار، وتم إغلاق ديربان أحد أكثر موانئ جنوب إفريقيا حركة.